كم من الساعات التي يضيعها الناس ومشاهدة الايه هذه المباريات، كم من الساعات. باختصار ان هذا اهدار لوقت المسلم، المسلم ما عندوش وقت ان هو يتفرج على كورة. احنا عايزين الناس كلها تلعب رياضة، ولكن احنا امة لها هدف ولها غاية في هذه في الحياة. انت كنت بتقوي جسمك تلعب رياضة، لان المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف، حتى تقوى على عبادة الله، تقوى على جهاد الاعداء. واحد يعني وضعه الحقيقي ان يوضع اسفل سافلين نتيجة لكفره او فسقه او انحرافه، انت بترفعه وتجعله نجم وعلم ومشهور، ده مشكلة كبيرة جدا. وتجد الناس منبهرة بفلان الفلان، مع ان فلان الفلان ده مثلا اللي منبهرين بيه وده القدوة اللي بيقتدوا بيه، والبتاع ده يكون عدو لدينك اصلا. زي ميسي ده مثلا، ما وراه عند حائط المبكى، وواحد زي كريستيانو رونالدو ده طلع عنه خبر ان هو اتجوز ام اولاده، يعلن عن زواجه من مين؟ من ام اولاده. يعني ايه ام اولاده؟ امال قبل كده كانت العيال دول كانوا تابع مين؟ الامر الثالث خلط المفاهيم في مساله الولاء والبراء. الولاء والبراء، احنا عارفين احنا كمسلمين يكون الولاء لله ورسوله وللمؤمنين. فالكوره بتجعل الناس ايه؟ المعاداه والمعاداه والموالاه والحب والبغض ليس على اساس الدين والعقيده، ولكن على اساس الايه؟ الكوره. انت حبك وبغضك على اساس العقيده، ولاءك وبراءك على اساس العقيده مش على اساس الكوره. لا نفتخر يعني دوله عربيه اقامت كاس العالم، يعني ايه كاس العالم؟ كنا وصرفوا عليه المليارات. كنا نتمنى ان يعني يكون الفخر في مجالات اخرى، يكونوا صنعوا مثلا قنبله نوويه زي ايران ما عماله تطلع.